ايها النظر الكرام، تحياتي لكم. بحال كتشوفوا الان حنا متواجدين امام المركز الصحي الحضري مستوى جوج، راس الماي قلم الناظور. حنا غادي نشوفوا شنو واقع حنا في هذا المركز هذا. بحال كتشوفوا هنا عمليه ديال التلقيح فاتت، واخا جينا شي اخرين فاتت بنظام وانتظام. تقريبا وحوالي 80 واحد في النهار اللي كيتلقح، كلشي كيمشيو بخير وعلى خير. السلام عليكم. تبارك الله عليكم. ممكن تعطونا شي معلومه شحال من واحد كيتلقح اليوم، شحال من واحد في النهار معدل؟ معدل الاستاذ ديالي تقريبا 70 72، البارح كانوا شي 83 تقريبا. هذو هما كلشي فات بخير، ما كانتش مضاعفات. الحمد لله الحمد لله، كلشي داز بخير وعلى خير، الله ينصر سيدنا. ما كان حتى شي واحد اللي تشكى ولا كاين شي مضاعفه ولا لا ما كاين حتى شي شكايه، ما كاين حتى شي حاله، ماشي هي هذه. واكبر اكبر واحد هنا شحال حوالي معامل؟ اكبر واحد اللي يقدر يكون فات هنا كاين 95 95 كاين 95 كاين 98 كاين، وكل شيء وقع وكل شيء بخير. سيدي تبارك الله عليك، تبارك الله عليك.